قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مساء النور ومساء الخير ومساء نهار زوين الاحلى مستمعين، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم طيبه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكيف ما عودتكم دائما كل نهار الجديد. هاد النهار معنا واحد الاخت من الديار الاوروبيه كتعاود لينا القصه ديالها مع العائله ديال الزوج، واحد الزوج اللي الصراحه دوزوا عليها اللي ما يتعد ولا يتحصى. اليوم هاد السيده هادي جابت لكم القصه ديالها باش تكون عبره للجميع، وكذلك بغات منكم النصيحه لان باقه عايشه المشاكل، ولكن الحمد لله ماشي بحال الاول لانها حاولت انها تتجاوز داكشي هذاك، مي باقي عندها بعض الامور اللي بغاتكم صراحه تفيدوها فيهم وتنصحوها، خصوصا الناس اللي كاينين في اوروبا والناس اللي عندهم تجارب، ماشي غير الناس اللي كاينين في اوروبا بطبيعه الحال، فهي كتعاني من مشاكل اللي هي داخل الدار. هذا الشيء اللي نقول لكم البنات، بقاو معايا حتى النهايه وعافاكم، بارطاجيو ديروا جيم وكومونتير ومرحبا بكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، انا جوهره بنت عاديه، تزاديت وتربيت في وسط عائله شعبيه. الوالد ديالي كان ماشي على واحد الدستور البنت غير توصل لسن الزواج تزوج، يعني ما كايناش تكمل قريتها ولا شي حاجه. ايوا داك الشيء اللي كان، فاش وصلت للسن ديال 15 سنه بداو كيجوني الخطاب بزاف. واحد النهار ماتت الجده ديالي الله يرحمها، شافتني واحد السيده وعجبتها اللي هي حاليا خالت الزوج ديالي. داز العزو قالتها ليهم، جاو شافوني وعجبتهم. داك الوقت كانت عندي 17 عام، هو كان فيتني ب 14 سنه. المهم فاش عجبتهم تفاهموا مع الوالد عطاني ليهم، يعني ما كايناش ديك القضيه واش البنت قابله ولا لا نهائيا. نهار الخطوبة الصغيرة كنت حشمانة بزاف، كاع ما شفتش الولد، حتى النهار ديال الخطوبة الكبيرة عاد شفت فيه مزيان، لكن ما عجبنيش حيت كان لابس واحد الفوقية وكان كيبان كبير عليا بزاف. فاش داز داكشي بقيت كنبكي ليهم في الدار، قلت ليهم بغيتو تزوجوني براجل كبير عليا، بقاو كيقولوا لي لا وراه هذا هو الراجل وراه كامل ومكمول، بقاو معايا حتى تقبلت الامر. من بعد الخطوبة بدا كيهضر معايا في التليفون لمدة ديال عام، حيت هو كيكون في الخارج، وكان علينا نصبرو حتى الشهر 8 الجاي عاد نديرو العرس. هي هاديك بقينا كنهضرو عادي، كاينش داك الكلام الزوين ديال كنبغيك ولا شي حاجه نهائيا، يعني كانت الهضره في حدود فقط. وحتى بالنسبه للفلوس ما كانش كيصيفط ليا. واحد المره قال لي خاصك تدوزي للبيرمي، ولكن ما قالش ليا نصيفط لك باش تدوزيه، يعني ندبر راسي. المهم ما علينا، في شهر 12 هبطوا للمغرب درنا العقد، فاش جاب حالته دفع ليا الوراق. الحمد لله داز كلشي مزيان وبخير وعلى خير، ودغيا خرجوا ليا ورقيه. في شهر 8 جا هو العائله ديالو حيت كاملين عايشين في الخارج، صافي درنا العرس مشيت معاهم. ايوا يا خوتي فاش مشيت اول حاجه ما لقيتش بيت نعاسي، عطاو ليا واحد البيت فيه ماريو فقط ودايرين فيه حوايج راجلي وخوه، حيت كانوا كينعسوا تما بجوج. مع العلم العائله ديال راجلي مشاو قبل مني وعارفيني غادي نتبعهم، يعني كان عليهم يقدوا ليا البيت ويخويو ليا واخا غير ماريو، ولكن خلوني حتى مشيت انا جمعت داك الفراش اللي كانت تما داوه لبيتهم، خويت واحد الجيه صغيره في الماريو باش درت حوايجي، يعني ما لقيتش حتى فين ما ندير ما نلبس. وزيد عليها عاوتاني فوق الماريو دايرين كاع ديك الروينه اللي عندهم في الدار، لما عندي الكوزينه وشي حوايج. عطات لي عقوستي شي فراش قديم فرشته في الارض وبقيت كنعس عليه انا وراجلي المده ديال 7 شهور ولا 8. كانت عقوستي واحد المراه متسلطه بزاف، يعني ممنوع ديري شي حاجه بلا ما تشاوري معاها. المهم عشت معاهم عادي، انا كنت واحد البنت لي خوافه وحشوميه بزاف، عقوستي كان لسانها كيقطر بالعسل، يعني دير فيك ما بغات غير بحلاوه اللسان. اول حاجه شرطتها عليا عقوستي قالت لي شوفي يا بنتي انا عندي جوج بنات تويميات، والشرط ديالي ما نبغيش نشوف جالسه معاهم ولا تضري معاهم باش تبقاو محترمين بعضياتكم. من بعد غادي نعرف باللي قالت لي داك الهضره زعما باش ما نعمرش ليهم راسهم يبقاو يهضروا مع الولاد. ما علينا، عشت معاهم عادي ونهاري كامل كنت كندوزو غير في الكوزينه. مع العلم كنت ثقيله في الشغل، اصلا كنت مازال ما كنعرفش نطيب. كانت عقوسي كتقول لي شوفي خاص راجلك فين ما يجي يلقاك في الكوزينه يلقاك كتشقي، راه الا جا ولقاك جالسه غادي يبقى يقول هاد البنت راه معكازه وما مزياناش
وما تصلحش ليا. وانا ديك النيه ديالي كنت كندير داكشي اللي كيقولوا ليا. كنبقى النهار كامل وانا كنشقى في الكوزينه وما كنخلي ما كندير. في الصباح كتنوض هي كتخرج كتكتب ليا ورقه مثلا ها شحال من الخبزه خصك تعجني وها شنو خصك ديري للغدا، سيقي الدار، جمعي تحت البوطاجي. فاش كترجع وتلقاني مازال ما ساليت كتبقى تغوت وتعاير فيا وتقول لي شنو كنتي كديري من الصباح. الا دخلت ولقاتني كنقي الخضره كتبقى تعاير فيا، كتقول لي واش ماشي حشومه عليك بنتي كتضيعي في الخضره بحال هكا، والولاد راهم كيضربوا عليها زعما تماره باش كيجيبوها. ايوا هادشي كامل كتقيدو عندها، وكل عشيه كيديروا ليا اجتماع ها شنو دارت هاد النهار جوهره، ضيعت الخضره، دفقات الكاس ديال الحليب، دارت هادي، فعلت هادي. يوميا بحال هكذا، اي حاجه درتها غير توصل العشيه يديروا عليها اجتماع. هادشي انا ما كنتش كنقدر نعاودو لراجلي، حيت الوالده كانت كتقول لي ما خصكش تبقي تعاودي ليه المشاكل ديال الدار، هو كيجي من تماره خاصو يرتاح. وهادي وديك بالنسبه للطواليط حاشاكم، كانت كتقول لي شوفي يا بنتي فاش تبغي تدخلي للطواليط حتى تجي تشاوري معايا، يقدر يبغيو لوسانك يدخلوا ولا شيخ ولا خراج، يعني فوق ما بغيت ندخل ليه خاصني ناخذ الاذن ديالها، وقبل ما تعطي لي الموافقه حتى تسولهم في الدار كاملين واش يدخلوا ولا لا. ولا بغى يدخل شي واحد يوم كتقول لي صبري. صافي هي هذيك كانت كتعلط ليا نهار في السيمانه ديال التدوى شنو ندوش فيه، واخا نكون نعس مع راجلي خاصني مقابل الجنابه ديالي حتى يوصل النهار اللي غادي ندوش فيه. راجلي كان كيشوف هادشي كامل وما كيقول والو باش ما يقلقش الام ديالو. مع العلم من صغري وانا كنصلي، ولكن نهار دخلت عند هاد الناس كنت دائما كنقطعها بسبب التدواش. صافي بقيت هكداك، انا كنت غير صغيره كان كيجيب ليا بالي كحسواش بحال هكذا. راجلي كذلك عمرني حسيت بيه حن فيا ولا بغاني، كان كيبغيني غير فاش كان يبغي يقضي الغرض ديالو، فاش كيكمل كيعطيني بدارو. تخيلوا فاش كندخل بيتي كنبقى نقاد راسي وكنصايب وكنسينو يدخل البيت، هو راه مع خو قاسين كيتاودو كيبقى معاه حتى كيبغي ينعس عاد كيجي. وشي مرات فاش كنسمعو جاي كنوض نشعل الضو باش يشوفني مقاده، ولكن هو شنو كيدير؟ اللي كيلقى الضو شاعل كيبقى يغوت عليا، علاش باقا شاعل الضو؟ واش عارف شحال كيجينا؟ واش محشومه عليك؟ صافي كيطفي وكيجي يقضي غراضو وينعس. شي مرات كان كيهز البيسي ديالو يخرج للصالون وبقى يتكونيكطا مع البنات الليل كامل. ايوا هادشي من بعد غادي نعرفو، حيت واحد المره شكيت فيه ومجيت هزيت ليه البيسي لقيتو داير ليه الكود، بقيت كنقلب في شي وراق حتى لقيتو. فاش شعلتو لقيت فيه شي تصاور اللي كانوا قدام قبل ما يتزوج مع شي بنات كانوا عريانين. بقى فيا الحال بزاف، يعني كان عليه فاش تزوج يمسح داكشي. فاش واجهتو دوك التصاور قال لي انت بعدا توصلي لديك البنت، وييها خوتي قالها لي بحال هكذا وبقى كيضحك. من بعد وليت دائما كنهز ليه البيسي ديالو وكنقلب ليه فيه، لقيتو كيهضر مع البنات في الفيسبوك وكيوعدهم بالزواج. واحد المره عاقب ليا انني كنخرب ليه في البيسي، ناض لعندي وبقى كيغوت عليا. صافي تنط عندو قلت ليه حيت كتهضر مع البنات في الفيسبوك وهذه وديك. بقينا كنتغاوتو انا وياه، فاش سمعونا والديه كبر الموضوع قال لي هادشي عمرو ما كان، اما خوتو تعاملوا معايا بحال شي مكلخه. قالوا لي راه الفيسبوك كاع دايرين من الناس وكاع الناس كتهضر فيه، اما هو انكر كاع داكشي ومشى مسح الفيسبوك وقال لي اجي شوفي كاع ما كاين هادشي. يعني كانوا كيتعاملوا معايا بحال لا انا ما كنفهمت حتى شي حاجه. المهم ما علينا، فوتنا داكشي هذاك. واحد النهار عاوتاني فقت في الصباح بكري، مع العلم انا ما كنعش كاع بالليل حيت كنبات نبكي، وهادشي كان يوميا. داك الصباح ما قدرتش نوض، كان فيا الموت ديال الناس. شنو درت؟ قلت غادي نطلع عليهم الا لقيتهم مازالين ناسين نرجع حتى انا الناس. نوضت كنتسلت غير بشويه، حليت الباب وهي تشوفني عجوزي حيت البيت ديالها ام فصل بيتي. ايوا انا ما بان ليا حتى واحد، فايق رجعت ناس وهي تجي عجوزي كتجري. فتحت عليا الباب فاش لقاتني ناعسه بشوميز دونوي، لتخات الباب ومشات. في العشيه فاش جا راجلي قالت لي راني شفت مراتك خارجه عند خوك للصالون بشوميز دونوي حيت خو راجلي كينعس في الصالون. المهم هو ديك الهضره كاع ما دخلتش ليه لراسو وما تيقش، ولكن عيط عليا بالغوات قال لي جوهره اجي دغيا. فاش وصلت لعندو قال لي جلسي وسمعيني، اخر مره لقاك لابسه شوميز دونوي طلي من الباب تقيت لبسي الحوايج. انا كنت غير كنبكي وعقوسي كتفرج فيا وكتقول لي ايوا يا بنيتي راه باغي لك غير المصلحه ديالك. صافي داز داك النهار عاوتاني كيف النهارات الاخرين، يعني ديك واحد النهار عاوتاني جاو عندنا الضياف
انا كيف العاده نهار كامل وانا في الكوزينه، فاش مشاو بحالاتهم جيت نحط ما ناكل حيت تمت بالجوع. غير انا حطيت مال الماكله وهي تعيط عليا عجوزي، مشيت لعندها قالت لي سيري جمعي ليا البيت. سمحت في ديك الماكله ومشيت جمعت ليها البيت، مع العلم انا اللي كنجمع البيوتا كاملين. جمعت ليها البيت قديتو، قالت لي طوي ليا دوك الحوايج اللي فوق الناموسيه، شديتهم طويتهم درتهم بالشبكه حيت ما بغيتش نخرب ليهم في الماريو ديالهم. صافي مشيت ناكل، حتى كنسمع العجوزه كتغوت في الاعلى ما في الصوت ديالها، شديت ديك الشبكه تخاتها مع الارض وط عندها كنجري. قالت لي علاش ما درتي ليش هاد الحوايج في الماريو؟ قلت لها خالتي حشومه عليك، راه ما نقدرش نخرب ليكم في الماريو ديالكم. وبقيت كنبكي. سمحت في ديك الماكله ومشيت كنشقى. ايوا البنات جالسين كياكلوا كيتفرجوا. فاش ساليت الجميع ديال الدار دخلت للكوزينه بديت كنصف في الحريره، هو يدخل الاب ديال راجلي عيطوا عليه للبالكون بقاو كيعمروا ليه في راسه. قالوا ليه راه عصبتنا هاد البنت وراها بغات تمرضنا وبغات تقتلنا ورجعت لينا حياتنا عذاب. دخل عندي للكوزينه قال لي يا جوهره واش بغيتي تقتلي ليا بناتي ومرتي؟ وبدا كيغوت عليا قال لي عطينا التيسع، شد ديك الكوكوط عامره بالحريره ولتخها مع الارض. صافي مشيت لبيتي كنبكي ما عارفه ما غادي ندير، خفت بزاف ما قدرتش نخرج لبرا، خفت ياكلوني الديوبه حيت ما كنتش عارفه القانون ديال ديك البلاد وما لقيتش اللي يفهم لي ويقول لي شنو خصني ندير، وما عنديش اصلا اللغه حيت ما خلاونيش نتعلم ليها نهائيا. فاش كيشوفوني هزه شي كتاب ديال الاوروبيين كيحيدوه ليا. مين فجر راجلي من الخدمه ناض عنده الاب ديالو قال ليه مراتك فعلات لينا وغوتات علينا وبغات تقتل ليا مرتي ومرضاتنا وهادي وديك. دخل عندي البيت جبد معايا بواحد جوج ترفيقات وخلاني مرميه في البيت بحال شي كلبه. مشاو داروا ليا اجتماع بقاو كيتفاهموا شنو غادي يديروا معايا. صافي نط انا جمعت حوايجي قلت ليهم رجعوني بحالي، هما كاع ما تسوقوش ليا خلوني كنهضر غير بوحدي. بقيت جالسه في داك البيت. فاش عيات العجوزه من الشقه ديال الدار واحد النهار جات لعندي وبدات كتحلون عليا، قالت لي نوضي بنتي راكي عزيزه عليا وما ديري بالك والو، نوضي تشقي، نوضي ديري لينا كسكسو. ايوا كلاتني بديك الهضره ديالها. ايوا انا نضت على نيتي بديت كنشقى ونطيب ليهم في الشيوات ونضل مقابله شميشه باش نطيب ليهم داكشي اللي يعجبهم، مع العلم اخوتي انا ممنوع عليا نهز شي حاجه، الا بغيت ناكل شي حاجه خصني نتشاور معاها هي عاوتاني. حتى كتقول لبناتها واش تاكلوا هاد الحاجه، الا قالوا ليها لا كتعطيها ليا، والا قالوا ليها اه كتقول ليا راهم بغاوها البنات. ايوا يا خوتي الا طيبت شي شيوه كتفرق لينا كتعطي لبناتها اكثر مني، والا تحرقت ليا شي حاجه كتقول ليا حقا ناكلوها انا وياك، حشومه الولاد يضلوا خدامين والبنات ما كيبغيوش ياكلوا ليا الخبز، اما هي راه شدات حقا داكشي محروق كناكلو غير انا. ايوا كان داكشي كيضرني في خاطري بزاف ولكن ما كنتش كنقدر نهضر وكنردها غير البكا وصافي. المهم مشات ايام وجات ايام حملت بولدي الاول، فاش ولدتو كانت معاناه اخرى. كما درت لذاك الولد لا ماشي هكذا ما ديريش ليه هكا، الا لقاوه في ليكوش ديالو غير شويه ديال بيبي حاجاكم كتنوض الروينه في الدار، كانوا دايرين فيا الرعب. مع العلم ولدي تبارك الله كان صحيح بزاف حيت كان فيا الحليب كتير، كل شويه كيقول لي كيقولوا لي عطيه يرضع، يعني ما خصنيش نحيد ليه البزوله نهائيا من فمو. الاب ديال راجلي رد ليا البال بزاف، الا لقاني غفلت عليه غير نص ساعه كيبقى يغوت كيقول لي راكي كديريها بالعاني، ما كتبقيش تعطي للولد يرضع باش تشري له الحليب. ما كانش كيسكت نهائيا. صافي فاش دار ولدي عام مشى ليا الحليب من صدري بكثره الاعصاب والبكا. فاش قلتها ليهم في الدار ناضت الروينه قالوا لي لا راه فيك الحليب انت اللي ما بغيتيش تعطيه البزوله. انا كنبكي وكنحلف ليهم كنقول ليهم واش انايا ماشي ولدي. ايوا هاد الاب ديال راجلي كان واحد الراجل اللي عنده شخصيه ضعيفه بزاف، مراته هي اللي كتحكم فيه في اي حاجه، حتى الهضره كتقول لي شنو خاصك تقول. في الاول فاش كنت يلا مشيت لعندهم كان دائما كيتشكى ليا من مراته، كان كيقول لي حق عشت في العذاب مع هاد المراه. انا على نيتي كنبقى حتى انا نعاود ليه على داكشي اللي كانوا كيديروا معايا، وحتى لواحد النهار سمعتو كيعاود للمراه ديالو داكشي اللي كنت كنقول ليه، وفيه واحد الطبيعه كيزيد يكذب من الفوق. كانت عندي واحد التقيبه في الباب ديال بيتي كنت دائما كنسمع شنو كيقولوا عليا، فوق ما دخلت لبيتي كيشدوا عليا النميمه كل واحد شنو كيقول، حتى الاخ ديال راجلي كيبقى يهضر كيقول لي محقه هاد البنت كتضيعنا وكتبدر وكدير. ما
مع العلم اخوتي هاد العائله كاملين خدامين، عقوسي وشيخي كيتخلصوا وراجلي وخو خدامين، واحد لوسي هي خدامه، ولكن فيهم واحد قرزيز، واحد الاقتصاد اللي دايز الحدود ديالو، ومجموعين كاملين في دار وحده غير باش يخلصوا كرا واحد. المهم بقيت صابره لذاك العذاب ومرتب الاعصاب في المعده وفي المصران بكثر ديك الحقره اللي حسيت بها في ديك الدار. شحال من مره حاولت ننتحر، واحد المره شربت كينه ديال الاعصاب فيها 30 حبه غير باش نرتاح من هاد الدنيا، حيت عييت بزاف. فاش شافوني طايحه ما خداوني لا السبيطار لا والو، بقاو كيتعاملوا معايا بحال شي حشره. شيخي هزني من رجلي وراجلي هزني من يدي، دخلوني البالكون باش يضرب فيا الهواء ورشوني بالماء حتى فقت. صافي بقيت صابره على ديك الحياه، ما لقيت على من نحط راسي، العائله ديالي بعادين عليا وما كنلقى مع من نهضر، تليفون ممنوع. مع العلم داك الوقت كل واحد كان عنده التليفون ديالو الا انا. اما التلفازه كيبقاو دوك التويميات كيتناوبوا عليها، فاش كينعسوا كيديروا التليكوموند تحتهم. فاش كنطلب عقوسي باش تعطي لي التليكوموند كتقول لي لا بنتي ما نقدرش نفيق البنات وهما ناعسين، ما نقدرش، يعني صغري ما دوزت فيه حتى شي حاجه زوينه، وحتى الخروج راجلي ما كانش كيبغي يخرجني. مره كتخرجني عقوسي انا والبنات، النهار اللي ما كنخرجش معاهم كيخرجوا ياكلوا على برا ويتساراو، فاش كيرجعوا كيقولوا لي ها شنو درنا شنو درنا، زعما باش انا نتفقس. اما الحوايج ما كيشريوش ليا نهائيا، الريحه هي الاخرى ما عنديش، وانا مرا مزوجه. فاش كنطلب من راجلي يشري ليا الريحه كيقول لي ما نقدرش، الا شريت ليك انت خاصني نشري حتى لخواتاتي. وشي مرات فاش كيبغيو يتفكروني بشي حاجه، مره في العام ولا في العامين كيعطي الام ديالو الفلوس وكتخرج تشري ليا داكشي اللي بغات هي وداكشي اللي حالته باش ما نبانش فيه زوينه. اغلبيه كنلب صغير الحوايج اللي كيشيطوا على ديك التوميات حيت هما في نفس العمر ديالي. ولا فاش كيجيب شيخي دوك الحوايج اللي كيرميو الاجانب على برا، وحتى كنهبط للمغرب عاد كتشري ليا الوالده مسكينه حوايج جداد. واحد المره تخيلوا جات عندي عقوسي هي وبناتها، قالوا لي شوفي يا بنتي خاصك تلبسي مزيان وتقادي فاش يجي راجلك باش تعجبيه. قالت لي عقوسي انا غادي نلبسك هذا النهار. مشاو للبيت جبدوا لي واحد شوميز دونوي، قلت لها لا 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 ما نقدرش نلبس هادشي قدام شيخي ولوسي. قالت لي لا غادي تلبسي كولون بيض والتريكو بيض من التحت. تخيلوا المنظر ديالو اخوتي. المهم لبسوا لي داكشي بالسيف، فاش دقوا في الباب خرجت فتحت ليهم الباب، بقى راجلي ولوسي غير كيشوفوا فيا. انا في ديك اللحظه تمنيت الارض تحل وندخل فيها، مشيت كنجري للبيت ديالي بدلت حوايجي. علاش هادشي كامل؟ غير باش يبينوني انني وحده عروبيه وبليده وما فاهمه والو في هاد الدنيا، وهادشي كيديروه معايا يوميا باش نبان قدام راجلي مكلخه. اصلا راجلي ما على بالوش بيا، كيجي بالليل كيقضي غراضو كينعس، ما كيعطينيش حتى الوقت. من بعد 7 سنين انا عايشه معاهم في دار وحده. واحد النهار ناض شيخي دفع شي وراق للبلديه عطاو ليهم الدار، صافي تحولوا ليها وبقيت انا وراجلي وولدي ساكنين بوحدنا. صراحه فرحت بزاف، بديت حتى انا كنلبس اللي بغيت، نلبس المقزب ونقاد راسي. ايوا السيد غير كيشوفني كنلبس بحال هكذا كينوض ما كيخليش ليا بلاضره، كيقول لي علاش كتلبسي هذا اللباس، يقدر يشوفك شي واحد من السرجم. مع العلم السرجم كاملين دايرين ليهم الريدوات، ولا لقاني صد السرجم كيقول لي افتحيهم خلي الدار تنفس وانتي لبسي حوايجك. يعني واخا استقرينا بوحدنا بقيت معاه في العذاب الاليم. المهم صافي ما علينا، كبر ولدي، بديت حتى انا كنخرج كندي للمدرسه، تعرفت على العيالات شويه بشويه، بديت كنفيق وكنفهم. من بعد عام وحنا ساكنين في ديك الدار بوحدنا، ناض هو شرا واحد الدار بلا خباري حيت ما على بالوش بيا اصلا. صافي مشاو هو والدي شافوها قالوا لي غير شريها. هي هذيك فاش تحولنا لديك الدار حملت للمره الثانيه، راجلي ما عجبوش الحال حيت كان وصاني باش ما نعاودش نحمل، ولكن انا وقع لي غلط في ديك الحماله، دوزها عليا بالمزيان. مع العلم لا راجلي ولا العائله ديالو عمرهم وحموني، يعني واخا نتشها شي حاجه ما كيتسوقوش ليا اصلا، ما عندهمش هادشي في القاموس ديالهم. ما علينا، ولدت الحمد لله هنا في اوروبا كيتهلاو بزاف في المرأة النفسه، كيبقاو مقابلينك مده ديال 3 ايام كيجيبوا لك ماكله زوينه. فاش ولدت جات عندي عقوسي السبيطار، جابت ليا واحد المسمن غليظ ومسقي، دارت ليا فيه واحد السمن قاصح ما قدرتش كاع ندوزو مع الحلق ديالي. قلت لي شوفي يا بنتي راني تهليت فيك، ايوا عندك تنساي خيري. قلت لها شكرا خالتي، وانا ربي اللي عالم بيا، اما بالنسبه للنحيله والكادويات ما عندهمش نهائيا، غير شيخي اللي عطى ليا واحد 10 اورو قال لي عندك تقوليها لعقوسك.
ايوا يا خوتي، فاش خرجت من السبيطر ما لقيت لا حنين ولا رحم، ما لقيتش اللي قابلني. راجلي ما عاجبوش الحل نهائيا، قال لي كنا هانين ومرتاحين ونايضه تزيدينا هاد البلا هذا، ما بقاش كينعس حدايا نهائيا. العائله ديالو كيشوفو كيتصرف هكا وعاجبهم الحال. المهم كيف ما قلت لكم، شويه بشويه بديت حتى انا كنفيق وكنهضر، واول حاجه زيرتو باش شرا ليا تليفون، مع العلم شي 9 سنين ديال الزواج عاد باش قبل يشري ليا تليفون. في الاول شرا ليا تليفون غير عادي، من بعد شرا ليا تليفون اندرويد ولكن كان قديم، اما هو كيضرب لك غير التليفونات الماركات. المهم فرحت بيه بزاف، واكثر حاجه فاش دار ليا فيه الواتساب بغيت نطير بالفرحه. من بعد غادي نعرف انه كيتجسس على الواتساب ديالي، يعني اي حاجه وصلتني كتوصل لي حتى هو. المهم بديت كنتصاحب مع العيالات، فاش كنعاود ليهم داكشي اللي دوزت ليا العائله ديال راجلي كيبداو يفيقوني وكيقولوا لي واش باقي شي واحد كيعيش هاد العيشه. عرفوني بالقانون ديال هاد البلاد اللي يعني وليت كنعرف كل شيء. ايوا اختكم حتى هي قساحت ورجعت كتهضر على حقها، مبقاش الراجل حقرني كيف ما الاول، حيت بديت كنكبر وكنوعى شويه بشويه ولا كيحترمني. النهار فاش عقت بها انه كيراقبني في الواتساب وصلني ميساج، انا في واحد الطبيعه كنبغي نبحث بزاف في التليفون. شنو درت؟ دخلت لجوجل كتبت داكشي اللي وصلني في الميساج اللي شفت، درت روشيرشي طلع ليا انني شي حد كيتجسس عليا من البيسي والفلاني. صافي عرفت داك البيسي ديال راجلي حيت طلعت عندي السميه ديال البيسي. ايوا تما نيت مسحت داك الواتساب ودرت واحد اخر جديد. من داك النهار وليت دايره منه اوتونسيون، مع العلم انا ما كنعرف عليه حتى شي حاجه لحد الان. 13 عام ديال الزواج وباقي ما عرفاش شحال كيتخلص في الخدمه ديالو وشحال عنده في الكونت نهائيا. اما دار شيخي كذلك ما كنعرف عليهم والو، بحال شي برانيه في وسطهم. لدرجه فاش كنت عايشه معاهم كنت كنخاف بزاف، كنقول ياك ما هاد الناس ارهابيين، حيت كانوا كيديروا شي تصرفات في شي شكل. مثلا فاش كتجي البنت تهضر معاها كوسي كدور فيها كتقول ليها قدامي سكتينا حتى لبيتنا وعاد نهضروا، يعني ممنوع يهضروا في شي موضوع قدامي. فاش تزوجت خت راجل كبيره تخيلوا، كانت كتجي غضبانه لدار والديها وانا ما عارفاش، كان كيحسب ليا غير جالسه معاهم وصافي. حتى كيجي راجلها وكنسمعهم كيصغاوتو عاد كنعرفها راه غضبانه، يعني ما خصنيش نعرف عليهم شي حاجه. فاش تزوج خو راجلي عاوتاني خطب وعقد على المراه انا بلا اخبار، حتى قربوا يديروا واحد الصداقه عاد قالوها ليا. مشيت وقفت معاهم جريت معاه وكنقاد ليه بحال العرس ديال خويا. فاش تزوج الولد وروح المراه ديالو ما عجبتهمش نهائيا. علاش؟ حيت جاب ليهم مراه خدامه وكبيره وبعقلها، يعني ما كاينش اللي يضحك عليها، ولا قالوا ليها كلمه كتقول ليهم جوج. تخيلوا ما جلست معاهم حتى شهر كامل، هزت حوايجها ومشات بحالاتها. مع العلم عاد خو راجلي ساكن بوحدو، فاش مشات المراه بحالها انا كاع ما في خباري، ما رضاوش يقولوها ليا. فاش كنقول لعقوس يلا نمشيو عند مرات فلان اللي هو خو راجلي كتقول لي لا 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 ما راهاش في الدار راه خدامه. من بعد قال لي راجلي عندك تهضري مع فلانه ولا تمشي لعندها بعديها عليك. انا كنبقى حيره كنقول مال هاد الناس دايرين بحال هكذا. المهم السيده طلقات وحتى فات عام ونص على طلاقهم، عاد غادي نعرف هاد الشيء. من مورا هاد الشيء عاوتاني تزوج وجاب المراه للدار وانا بلا خبر كيف العاده. حتى واحد النهار قالت لي عكوس يا جيت تغدي معانا، مشيت على نيتي فرحانه حتى كنلقى الناس جابوا العروسه شي سيمانه ولا اكثر. كنت غير كنتعجب وكنشوف بعويناتي. حاليا راه حامله ومخبينها عليا لحد الساعه غير الناس اللي وصلوها ليا، قالوا لي مرت حماك راها كرشال فمها وقريبه تولد. وهذا الشيء كامل ما على باليش به حيت ما بقاوش كيهموني اصلا. المهم اخوتي هذه هي الحكايه ديالي. من نهار فقت ورجعت عتيقي من راسي ورجعت ثقه في راسي، فوق ما كنتفكر داكشي اللي دوزو عليا زمان كتزيد الشخصيه ديالي تقوى. عاد رجع راجلي مزيان معايا ورجع عاطي ليا قيمه. نهار فاش كنتناقش انا وياه وليت كنهضر على حقي، كنقول ليه شوف هاد الدار ديالك ما عندي ما ندير بيها حيت انا باقا صغيره ومازال المستقبل ديالي قدامي، حتى انا نقرا ونخدم. كيبقى يبكي بحال شي مراه وكيقول لي لا انا راه كنبغيك وكنموت عليك وما نقدرش نتفارق معاك ولا مع ولادي. دابا رجعوا ولادو وهما عويناتو، ديك البنت اللي ما كانش باغيها نهار الاول دابا قيسيه في عينيه وما تقيسيش فيها، رجع كيموت عليها. ولكن اخوتي داك الحب وداك الحنان وداك الاحترام اللي كنت باغيها منه في الاول دابا ما بقيتش محتاجه ليه، صافي كرهته صراحه. حاليا تبدل بزاف ما بقاش كيف ما كان، لكن ديك القضيه ديال البخل باقيه فيه. اهم حاجه عندي انه رجع كيحترمني وعرف قيمتي،
تورو رجع كيقول لي عمرني شفت شي جمال بحال ديالك. مع العلم انا واحد البنت اللي زوينه الحمد لله، ولكن هو ما كانش شايف داك الجمال شحال هادي. حتى لدابا عاد عرف بالقيمه ديالو حيت كبرت ونضجت. اما بالنسبه للعائله ديالو حتى هما بينت ليهم ان ديك الجوهره النيه اللي كانت شحال هادي صافي ما بقاتش. رجعت انا كنقاد راسي ونطيب الشيوات وناخد ليهم مره مره كندير ليهم الاراضي كيف دايرين ونفرح ونضحك ليهم في وجههم. واخا هما كيعرضوا عليا ولكن ما كيكبروش بيا كيف ما كنكبر بيهم انا. ولحد ذات الساعه ما فهمتش علاش عائله راجلي كيديروا معايا هذا الشيء كامل. واش درت معاهم شي حاجه خايبه؟ واش خطات معاهم؟ اصلا الخطا الوحيد اللي درت انني كنت كنسمح في حقي ودليت راسي ليهم. انا عارفه راسي غلطت بزاف حيت خليتهم يتعاملوا معايا بحال هكذا. ولكن اخوتي داك الوقت كنت غير صغيره ما لقيتش اللي ينصحني ولا اللي يوقف معايا. المهم اخوتي هذه هي القصه ديالي، وكنتمنى من المستمعين الكرام يفيدوني بالنصائح ديالهم. وشكرا بزاف بزاف والسلام عليكم. وكيف ما سمعتوا كاملين القصه ديال الاخت ديالنا جوهره من الديار الاوروبيه اللي حاولت انها توصل لنا القصه ديالها وقالت لنا داكشي اللي ضرها في العلاقه ديالها مع اهل الزوج وكذلك الزوج. فكاينين بعض العائلات الله يهديهم كيتعاملوا مع مرت الابن بحال شي حتاله بحال شي وحده زايده ناقصه، ولو نقولوا خدامه. فالخدامه حتى هي عندها القيمه ديالها. في الدول الاوروبيه راه كيحترموا الخدامه بزاف وكيعطيو لها قيمه وعندها فرصه شهريه اللي ما كايناش عند شي موظف عادي. فكيقول لك سيد القوم خادمهم. ما عرفتش علاش بعض الناس عندهم حساسيه من العروسه وما كيبغوهاش تفيق وكيبغوها تبقى دائما مكلخه غير باش ما تفهمش وباش ما تعرفش شي امور. فلا حول ولا قوه الا بالله، هاد العجوزه المتسلطه عندها بناتها وتا هي راها مجربه وراها كيجيو عندها غضبانين كما قالت الاخت جوهره ان لوسا كانت كتجي غضبانه وهي ما في خبارهاش. يعني هاد السيده هادي ما كيعطيوهاش كاع قيمه نهائيا. فاول حاجه بغيت نقولها انا كاع البنات وتا الاخت جوهره لان هي عارفه هاد القضيه كذلك، راه الا ما عطيتيش قيمه لراسك راه ما تنتظري حتى شي واحد يقيمك. انت خصك تقيمي راسك لراسك وعرفي راسك اشنو كتسوي. فماشي عيب نكونوا ظريفين ونكونوا مزيانين ومتربيين ومتخلقين ونيه، ولكن ما نكونوش مكلخين ماشي لدرجه الغباء. انا باش تجي عقوسي تلبسني شوميز دنوي مع كولون وكبوط ولا شنو هو هذاك، فسي با لابي. العقوسي ما عندهاش اصلا الحق تلبسني على ذوقها، لان اللباس كيبقى حريه شخصيه، واللي عنده حق يدخل في اللباس ديالي هو راجلي، هو اللي يقدر يقول لي لبسي هذيك وما تلبسيش هذيك، ونقدر حتى هو نتناقش معاه في هذا الامر. فبالنسبه لهذا الشيء هذا اللي وقع لاختي جوهره كان غباء منها بزاف صراحه. كانت يعني بحال عطيهم داك الفرصه ديال ان هانا ديروا فيا ما بغيتو، حتى الراس ومخليهم يديروا داك الشيء اللي بغاو. هي فاقت وعقت، ولكن الصراحه بعد ما فاتوا بزاف ديال السنوات اليوم 13 سنه كتقول لك دابا على الزواج ديالها، ويلاه دابا ولات مزيانه والزوج ديالها ولا كيحترمها الى اخره. فبقاء الحال من المحال، ولكن انت ما عشتيش داك الوقيته اللي كنتي بغيتي تعيشيها ما عشتيهاش، ما عطاوكش حق فيها. يعني انت ولو انك دابا عايشه مزيانه وداك الشيء الا وانك ما كرهتيش ترجعي لذاك الايامات الاولين وتعيشي كيف ما بغيتي. فانت كنتي في واحد الانسان اللي كان خصك الحب الحنان الحضن الدافي ماشي غير الفراش. فكاينين بعض الرجال الله يهديهم العقل ديالهم بين فخادهم. فهاد السيد هذا خديتيه كبير عليك بطبيعه الحال، غادي تكون عقليته مختلفه. كل اختلاف عليك، هو كبير عليك ب 15 سنه، فماذا تنتظرين؟ ولو انه كان باقي صغير في السن حتى هو، ولكن راه بينك وبينه راه اجيال. يعني السيد راه عارف وعاش وعايش في اوروبا وعارف شنو كاين الى اخره، فهو عاش ودوز وراه الدليل لقيتي في البيسي. فبالنسبه للراجل اللي كيكون فيه كما كيقولوا اللي فيه الفز كيقفز، فهو داكشي اللي كان كيدير يحسب له كاع بنات الناس كيديروه، ولا كان كيخاف من المراه ديالو تخرج من بين يديه وتخرج من تحت السيطره ديالو، فحب انه يتجسس عليها. الله سبحانه وتعالى وصانا على التجسس ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. فهو كان كيتجسس على الزوجه ديالو، ولكن الحمد لله انها فاقت وعاقت، وهذا فضل الله ثم فضل الوليدات اللي خولوا لها انها تولي تخرج، لقات واحد شويه ديال الحريه تما. فالانسان كونه كاين في واحد البلاد ديال الحريه وديال كيعطي قانون للمراه بزاف،
وتعيشي مرمده وتعيشي بمعاناه، فسبحان الله هذا الشيء ماشي معقول. بالنسبه للعائله ديال الزوج ديالك اختي، خليهم بعد عليك كل البعد، ما فيها باس ديري لهم عرايض وتصلي فيهم وفرحي بهم، ديري الواجب اللي عليك، وهما خليهم ربي اللي منهم ربي اللي خلقهم. مازال غادي يجي واحد النهار وغادي يطلبوا منك السماحه، هذا الا كان الضمير ديالهم فايق. كانوا ناس ضميرهم ماشي حي، فخليهم دابا غدا امام الله غادي تحاسبي انت وياهم على الصغيره وعلى الكبيره. زادت العجوزه ديالك اتهمتك في الشرف ديالك في هذا بحد ذاته، راجلك ما كانش عليه يسكت على داك الشيء كامل. فبزاف ديال الامور وقعوا في الحياه ديال هاد السيده اللي كانت مسكينه طارحه الراس بزاف 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 بزاف. هادشي اللي كيخلي المراه مسكينه كتشرف بالزربه، هادشي اللي كيخلي المراه مسكينه كتمرض بالاعصاب، وهادشي اللي كيخلي المراه مسكينه كتحاول انها تنتحر غير باش توضح حد لذاك الحياه البائسه اللي عايشه. وهذه نقطه ضعف ديال نقطه ضعيفه في المراه، ما خصهاش تمشي لذاك الطريق هذاك، لان حتى شي واحد ما غادي يحزن عليك. بالعكس، ها انتي انتحرتي وانتي شربتي الدواء، خرجوك للبالكو هزوك مشطوك بحال شي مشه وحطوك في البالكو كيخويو عليك الماء ونطي على خاطر، فهادي متي شنو غادي يديروا لك؟ صافي الله يرحمك يجيبوا وحده اخرى يديروا فيها داكشي اللي بغاو عاوتاني، تمشي هادي تجي وحده اخرى. وهذه هي غاديه الحياه، هما هكا دايرين ناس انانيين عنصريين، ناس اللي شخصيه سامه كيقتلوا القتيل وكيمشيو في الجنازه ديالو، ما عمرهم ما كيردوا البال الاخطاء ديالهم، ديما كيكونوا هما على حق وانت اللي غالطه وانت اللي ماشي مزيانه. دائما كيحسوك انك انت اللي قبيحه، وانك انت اللي ما كتحترميهمش وما كتقدريهمش، كاع داكشي اللي فيهم كينسبوه ليك. فمن الاحسن من الاحسن مادام ربي حن عليك وما بقيتيش عايشه معاهم، استقريتي في بيت الزوجية ديالك بوحدك، فما عليك تعطيهم اتساع وبعديهم كل البعد. الا كانوا هما كيتجاهلوك انت تجاهليهم، عامليهم بالمثل فقط، ما غاديش تسيئي ليهم ولكن عامليهم بالمثل. ما تشاركيش معاهم حياتك الشخصيه، حتى انت عندك وليد وبنيه الله يحفظهم لك، وانت انت خلي الامور ديال وليداتك متستر عليها، ماشي تعاملي معاهم بحال ما تتعامليش بحال داك التعامل ديالهم، باش ما يطلعوش وليداتك معقدين وخايفين ومشكاكين. فهمتي، كاين الناس اللي كتخافوا من العين، كاين الناس اللي كيبقاو يعني خايفين على راسهم، هما كتلقيهم كيبقشوا في حياه الناس وحياتهم هما داسينها، فهذا اخطر عنصر ممكن تصوره. فشنو غادي نقول لك الاخت ديالي جوهره، الحمد لله على سلامتك، واخا الصراحه سنين ديال المعاناه ماشي سهله، ولكن كنقولوا الحمد لله كل حاجه كتزيد في الراس عقلك، كما كيقول واحد المثل المغربي، لهلا يمحنا ولهلا يخلينا بلا محنا، وكل محنا كتزيد في الراس عقل. كنتمنى هاد القصه ديالك ان شاء الله ياخذوها البنات عبره ليهم، وحتى الناس العقايزات البنات اللي مساكن كيحطوا الراس بزاف، حاولوا تتعاملوا مع بنيات الناس بما يرضي الله، لان غادي تحاسبوا. بالنسبه للعرايسه نتوما ما تكونوش مكلغين حتى لواحد الدرجه، ما تخليش بنادم يمسح بك الصباط، عطي القيمه لراسك، احترمي بنادم وفرضي عليه الاحترام، لان واحد النقطه دائما كنقولها لكم، ما عمر الاحترام كيتطلب. امبوسيبل تمشي تقولي لبنادم احترمني، لا ما يمكنش، لان الاحترام يتفرض، تخليها تحترمك بلا يطريهم ليها. فالحمد لله انك تعلمتي من الاخطاء ديالك، وكنتمنى البنات كما قلت لكم تاخذوا العبره من هذه القصه ديال الاخت ديالنا جوهره، كذلك قلت لكم نصحوها شنو غادي دير. فانا نصيحتي لك هي تبعدي عليهم كل البعد، وخلي كل واحد يعيش حياته مادام راكي مزيانه مع راجلك، فالاخرين ما يهموك حتى في شي حاجه. هادشي اللي نقدر نقول لك حبيبتي، والله ييسر لك، الله يحفظ لك وليداتك يا ربي امين. وكيف ما عودتكم دائما، قناة سمح حكايتي ماشي غير للفرشة فقط بل للعبرة. ما تنسوناش بلي جيم ديالكم وبلي كومونتير لانهم كيهموني. وإلا كنتو اول مرة كتشوفوا هاد لاشين مازال ما تابونيتوش، عافاكم ضغطوا على زر الاشتراك اللي هو ابوني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. الصفحة الرسمية ديال الفيسبوك موجودة في صندوق الوصف، نتمنى ان شاء الله تكليكيو عليها وتدخلكم مباشرة الصفحة ديال سمح حكايتي، عملوا جيم باش يوصلكم كذلك تما الاشعار ديال الحكايات. الصفحه ديال الفيسبوك عملتها خصيصا للناس اللي ما كيتوفروش على الويفي وكيعجبهم يسمعوا القناه تسمع حكايتي، كنحاول قدر الامكان القصه اللي تحطت هنا كتحط حتى تما. ما سخيتش بكم بحال ديما، وكنقول لكم الى ان القاكم دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.